بما انك ذكرت حضرتك دكتور جمال علام، لكن انا برضو يعني كنت عايز حابب فكره اقرب شويه من فكره الرابطه، رابطه الانديه بتاعت الدوري الممتاز. فسعيت ان انا التقي بالاستاذ احمد دياب، والتقيته واتكلمت معاه وتحاورت معاه، ويعني لقيت راجل عنده نضج، عنده رؤيه كرويه هايله، واعترف ان من الاخطاء اللي لو كان الزمن يرجع بيه، بس ما كانش وقتها مهيأ او الناس تعرفوا انه ياخد القرار الصعب، انه بدل ما كان يسأل الناس شكل الدوري ايه، كان خد هو القرار ان الدوري يبقى استثنائي عشان نقدر نصلح بيه توقيتاتنا وتوقفاتنا وفترة الراحة. كانت فرصة ذهبية السنة دي يتعمل ده. ما انت في النهايه عندك ضغوط، ما وده اللي هينزل مش عايز ينزل، واللي هيطلع عايز يطلع. لا يعني ما في النهايه لو سالت، وبعدين بقى بنخش في حسابات انتخابات انت بقى لو دخلت في الديليما دي وخدت راي الناس، كل واحد هيقول لك النظام اللي متفصل على حالته. احنا عايزين نظام فوقي، خبراء حقيقيين مجردين عن الهوى، يفرضوا رؤيه. يبقى انت، ما انا بقول لك، هو يا مصر نجحت امتى؟ مش مصر نجحت لما الجوهري كان عنده رؤيه وفرض على اتحاد الكوره؟ مصر نجحت لما كان حسن شحاته عنده رؤيه وقدر يجمع الـ الناس حواليه ونجح مره واثنين وثلاثه. ف يعني زي ما احنا قلنا مثلا سميث كان في 86، لكن غير كده ما كانش فيه نجاحات كبيره. لازم يحصل ده، لان فعلا الناس زي ما اقول لك الكوره بقت صناعه كبيره وما بقتش، ومرتبط مود الناس بيها، عمل سياسي في المقام الاول لانه لا ينبغي يعني اقحام السياسه فيه، ولكن القعده الحلوه الوقت عمليه يقول ده بقى دقيقه. انا مش متخيل ده مزاج الناس، مزاج الناس في الكوره. احنا لسه بنتكلم، بنقول الناس ممكن تسيب شغلها وتروح الكوره، الناس بتاخد ولادها وتروح الكوره، الناس بتفرح في الكوره. يعني من انا شخصيا من اكتر الحاجات اللي تسعدني طبعا المنتخب طبعا من الدرجه الاولى، والاهلي، واخد بالك؟ يعني دي من الحاجات اللي تخلي الواحد يعني ايه يفصل شويه ويتبسط، واخد بالك؟ ان شاء الله نبسط. فكمان التحدي الكبير ان انت تحولها طول الوقت متعه، ما تحولهاش لتوتر وشده او حتى البعض اللي بيستغلها سياسيا او غير كده. يعني ده مش لطيف. يعني هيسلفونا خمس دقائق عشان نقدر نكمل كلامك الجميل ده. لكن كلامك ده بقى ده اللي انا عايز اقوله او امن عليه، ان احنا ما نوترش بعض. ايه التحفيل والشغل البلدي والمعايرات؟ لا، وبعدين حضرتك على حاجه، انت كمان الكوره بالنسبه للاعب النشأ الصغير، اولا بتعوده على فريق جماعي، بتعوده على الانتماء، بتعوده على روح الجماعه. انا خليني افتكر بالخير، جه على بالي كابتن احمد الجيزي، ده كان لاعب الزمالك في الطايره وكان مدرب وكان في بورسعيد. فلما كنت بروح النادي بورسعيد فكان دايما يقول معايا الله يرحمه، فقال لي انا ايام الاخوان بمناسبه الاختيار، يعني قال لي انا كنت قاعد في مكتبي وابكي، وبعدين زعلت من نفسي ازاي انا يعني بالبتاع. فراجل طبعا بورسعيديه عندهم وطنيه شديده. فقال لي مثلا، جيت مره كان جاي له الدكتور عمرو ابو المجد، فقال لي انا سالت الدكتور عمرو ابو المجد، طبعا يسامحوني يعني اللي انا بحكي، فقال له انا برضو كنت بعمل كده، كنت اقعد وابكي ايام بحس البلد بتضيع. فلما سالت الكابتن احمد الجيزي يعني ازاي وصل لكده، غير ان هو بورسعيدي وبورسعيد دول يعني معقل الوطنيه، لكن قال لي انا كنت لاعب ولاعب في المنتخب، وبعدين كابتن زمالك، كابتن منتخب ومدرب زمالك ومدرب منتخب. قال لي فياما العلم اترفع وياما غنينا النشيد. فده كله بيعمق الانتماء عند الناس. هو الشباب الصغيرين والكبار دول بيعرفوا الانتماء من ايه. انت بتشوف اللعيبه احيانا، اللعيبه تلاقيها بتدمع والنشيد الوطني بجلاله. لا، المصري ما تحطه طبعا امام مسؤوليته. فالكوره مش قصه كمان، يعني الكوره تعزز الوطنيه وتؤجج المشاعر الوطنيه طبعا. يعني انا احكي لك عن واقع حد قريب مني مثلا، كان مره رايحين ماتش وبنجيب اعلام، فصغير فقال لي يعني ليه اعلام وليه بتاع، خد بالك؟ قلت له لا احنا بنروح وبنشجع وبتاع.
فلما اللي بيقول لي ده قبليها مثلا بساعه فين اعلام بعد ساعه في الماتش بيدور على العلم وماسك علم يعني خلاص يعني تفاعل. هو ده اللي المفروض نفهمه بقى لازم نفهمه ان دي 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 حاجه مش مجرد ان ان انت يعني الناس بتلعب كوره لا كوره لا كوره طريق فعلا للانتماء كوره طريق انك تلعب في تيم تلعب كفريق عشان كده دايما احنا نقول المصريين ينجحوا في الالعاب الفرديه ممكن في الـ في الـ في التيم ورك بيبقى عندهم مشاكل دايما مش في الكوره بس في كل حاجه عشان مفيش تعزيز لفكره فلازم فدي كوره دي كوره اللي بينفرد بيها النادي الاهلي بقى الكوره كمان عندك نماذج عندك نماذج في الاحترام عندك نماذج في واحد زي صلاح الناس تشوف الناس اشتغلت عليه ازاي اشتغل على نفسه ازاي وعيلي ازاي غير صلاح عندك نجوم في مصر كتير جدا قبلوا التحدي كل نموذج ناجح ده مشروع ده يدرس.